النهارده الامتحان كان جميل جدا و يعني الوقت كان مناسب برضك، يا ريت بقى يرعونا كده برضك في الرياضه وفي الحاجات اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله يبقى خير لينا. امتحان النهارده الفرنساوي كان بسيط وسهل جدا والوقت كفانا بالزياده، الوقت خلص يعني في يعتبر قبل ساعه، فالامتحان كان سهل والواحد يتمنى الامتحانات الثانيه تبقى احسن من كده يا رب ونفس المستوى ده. الوقت كان مناسب مع الفرنساوي والامتحان كان حلو. امتحان الفرنساوي كان فل فل وعوضنا عن كل حاجه وجميل، ويا ريت الرياضه تيجي كده. انا معاك في اللي انت بتعمله بس هات الرياضه كده، الرياضه تيجي كده. بص بص اهو الرياضه والكيمياء اسطوره معانا، العربي اللي فات ده بص ماضي وعدى خلاص، اسطوره معانا في اللي جاي بالله عليك بالله عليك. الامتحان الايطالي النهارده جه تمام، كان كويس اصلا من العربي امبارح بكتير. كان في اسئله اي نعم او فيها شويه تكات، انما كل ده من احنا كنا واخدينه في المناهج بصراحه. الحمد لله الفرنساوي كان حلو وحليت الحمد لله يعني على قد ما قدرت، بس كان حلو الحمد لله يعني. كان صعب زي العربي يعني، كان الاسئله كده مباشره وواضحه. حلو في المجمل الامتحان حلو ماشي. لا الوقت، لا الوقت تمام، بس هو المشكله في القطعتين، القطع يعني. الفرنساوي الامتحان كان جميل جدا وسهل، والوقت قضى وبزياده كمان، وكان الاسئله مباشره ما فيهاش اي وجه صعوبه. لا الامتحان الايطالي كان سهل وكل حاجه، والمواقف كانت جميله والجرامر كان جميل، بس القطعتين هما اللي كانوا جايين لفين. لا الوقت كان مكفي، بس القطعتين برضو يعني كانوا محتاجين مثلا نص ساعه زياده. بس بنوجه كلمه بس الوزير، يا ريت بس يجيب لنا الامتحانات تكون حلوه زي امتحان فرنساوي واللغات اللي هو جابها الجميله النهارده دي. يعني النهارده احنا طالعين من الامتحان فرحانين، في امتحان العربي كنا طالعين بنعيط واسمه ده وازمات وحاجات غلط ومش عارف ايه وكده، فاحنا بنوجه بنقول له يا سياده الوزير والله احنا ولادك برضه.